وكيل وزاره التموين في بورسعيد. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم ومشاهدينك الكرام، وكل سنه وحضرتك طيب يا احمد بيه. التخفيضات قد ايه من الاخر عندكم؟ من الاخر الحمد لله يا فندم، احنا تخفيضاتنا في محافظه بورسعيد يمكن ضايق بالظبط، وكان معالي اللواء ارسلان حرب عدل غضبان افتتح اكبر معلد اهرام رمضان في بورسعيد. يمكن السنه دي ان شاء الله عندنا 40 عارض من كبرى شركات المواد الغذائيه في محافظه بورسعيد. الحمد لله يا فندم، يمكن عندنا مصانع بورسعيد الحمد لله. شايف اهو بورسعيد ما شاء الله عاملين شغل كويس اهو. عاملين 30% بسيادتك الخصم، نسبه الخصم في محافظه كويس. بورسعيد كويس. الحمد لله يا فندم، عندنا الزيت هنا والسكر ب 9 جنيه 9 ونص و10 جنيه كمان. عندنا ايضا الرز إيه كمان. الزيت الرز يا فندم، الرز عندنا الزيت. ب 9 و9 ونص و10 جنيه. السكر حضرتك عندنا ب 10 جنيه. لتر الزيت ب 26 جنيه. الحمد لله. في اكتر من نوع؟ لا في اكتر من نوع عندنا، هنا عندنا مصنع، عندنا في بورسعيد جنوب مصانع بورسعيد في بتعمل الزيت دوت، موجوده مشاركه معانا في معرض اهل رمضان. عندنا كبار ايضا. مدياكم كام المصانع بتاعتكم لبورسعيد دي؟ مدياكم اللتر بكام؟ اللتر 26 جنيه يا فندم. كان كام قبل كده؟ ده كان ب 33 جنيه يا فندم. 33 في 6 جنيه. مفيش انواع ثانيه؟ في انواع كتير متعدده. الحمد لله في كمان عندنا قميش رمضان بتخفيضات. قبل القميش هنروح الحمد... انا بتكلم على الزيت دلوقتي، الزيت فيه انواع اقل من كده ولا اكتر؟ لا في انواع يا فندم، في اللي هو اللتر حضرتك في 26 و40 قرش، في عندنا بعد كده في 29 جنيه. انواع ثانيه في اكتر من نوع، بتلائم المواطن البورسعيدي ان شاء الله او المواطن المصري ان شاء الله. يمكن احنا يمكن معالي المحافظ سأل سؤال احد المواطنين هنا. بيقول لها فرق ازازه الزيت من اللي انت شريته مره من بره. قالت له فرق 6 جنيه يا فندم من سعر بره ليه موجود كويس. اللي هو في المعرض ايضا كمان عندنا يمكن دي حضرتك الدرجه الاولى ب 10 جنيه متوفر لكافه الانواع. كيلوات معبأ بشركات معروفه في بورسعيد كويس. كمان عندنا الدواجن وعندنا مشتقاتها في محافظه بورسعيد. كام فراخ؟ الكيلو حضرتك 100 جرام ب 45 جنيه مجمده. عندنا حضرتك كمان ده مش غالي شويه؟ ما هو ب 40 من شويه، من شويه حد بيقول لنا ب 40، ليه ب 45؟ دي انواع سيادتك كل حاجه دي. كيلو و100 جرام. مش كيلو، في فرق بين كيلو وكيلو 100 جرام. ماشي يا فندم اتفضل. كمان احمد بيه عندنا كمان يمكن معالي المحافظ وفر 4500 راس جمسي في مشروع تربيه الماشيه التابع لمحافظه بورسعيد. هيبيع سعادتك هنا في معرض اهلا رمضان واماكن متفرقه بسعر 110 جنيه لحوم طازجه للمواطن البورسعيدي في محافظه بورسعيد. كمان عندنا حضرتك في 5 سيارات متنقله برضو هتجوب معانا ميادين ايضا بورسعيد، وبالاضافه كمان هتجوب القرى والنبوع في قرى الجنوب والمناصره والجرابعه. سيارات محمله من بنفس اللي متباع في المعرض، هي نفس الشركات متواجده معانا في مبادره اهل رمضان، دي هتكون بتجوب قرى اهالينا في جنوب بورسعيد. وكمان نوفر لهم كمان اللحمه. اخبارها ايه؟ اسعارها ايه اخبار اللحمه؟ اللحمه يا فندم الحمد لله ب 75 جنيه اللي هي اللي هي المجمده. عندنا في مبادرات ثانيه ب 50 جنيه كمان للمطبوخ. نصر بيه نصر بيه انهي اللي ب 75 ده انهي نوع؟ لا اللحمه مجمده يا فندم. مجمده طيب كويس. ايه ثاني؟ الحمد لله يا فندم كمان عندنا كمان بالاضافه كمان برازيلي او هندي. عندنا برازيلي يا فندم ب 85 جنيه و80 جنيه يا فندم. والهندي والسوداني؟ والهندي ب 70 جنيه. الهندي ب 70؟ طيب والسوداني؟ السوداني عندنا ما عندناش لحمه سوداني يا فندم، احنا عندنا اللحمه اللي هي اصلا اللي هي مشروع تربيه الماشيه التابع لمحافظه بورسعيد. طيب احنا عندنا مشروع تابع ليه، دي لحوم طازجه ب 110 للمواطن. دي لحمه طازجه مش لحمه مجمده يا فندم. طازجه دي لحمه مجمده 110. 110 يا فندم للمواطن، دي كمان بتوفي احتياجات المحافظه والمحافظات الجوار كمان يا احمد بيه. ده بتبيعوه قبل المعرض ده كان بيتباع كام ال 110 ده؟ لا ما هو كان لا اللحوم الثانيه كانت غاليه يا معلم محافظ. ايوه كام؟ انا عايز اعرف كام؟ 120 130. 120 130. النهارده عشان معالي المحافظ عشان خاطر طبعا تخفيفا على كان المواطن. نعم. البورسعيدي. نعم. وصلها ل 110 جنيه، لان طبعا لان دي طازه يا فندم، دي مش مجمده. نعم نعم دي طازجه. اكيد كمان الاسماك المفروض تبقى عليها عاملين تخفيض 50% تبلد الاسماك يعني ولا ايه؟ الاسماك عندنا الحمد لله متوفره في سوق سمك موجود حضرتك، سمك ان شاء الله تشرفنا حضرتك من